إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Regenerative design as a solution for cities environment design, environmental design. التصميم التجديدي كحل للتصميم البيئي للمدن. دراسة مقدمة من قبل دكتورة شيماء فاضل الحويسي، مدرس في قسم الهندسة المعمارية جامعة كويا كلية الهندسة في العراق إقليم كردستان العراق. وبالحقيقة يعني هو فد هاجس يعني ظل يراودني بعد يعني اجتياح الجائحة اللي سيطرت على العالم كله وخلفت كثير من الضحايا، انه احنا شلون ممكن ان نخطو خطوة جديدة بالتصميم، شلون ممكن ان نساعد المدن ان تكون اكثر صحية وملائمة لاحتضان الناس وأعمالها، خصوصا في الوقت اللي يعني هذا الوقت الصعب اللي احنا فيه. فالتصميم التجديدي كحل التصميم البيئي للمدن، بعد ظاهرة الوباء التي ضربت العالم تبين أن مدننا بحاجة إلى اللجوء لطريقة مختلفة في التصميم. فتفشي المرض كشف تفشي المرض عن المرونة المحدودة للمدننا لمواجهة أزمة الوباء في كل قطاع، بدءا من الإسكان والنقل والتجارة والرعاية الصحية وإلى آخره. إذا يعني إذا إحنا سمحنا للأمراض أن تشكل المدن مالتنا، راح تعبث هذه الجائحة في حياتنا، فإن أي أزمة أخرى غير مسبوقة يمكن أن تلحق بنا ضرر كبير مرة أخرى في حال عدم الاستعداد لذلك. إذن يمكننا إعادة تقييم كيفية تخطيط المدن وإدارتها في المقام الأول، والبدء في التركيز على استجابة التخطيط والتصميم للمدن التي تعمل بشكل جيد لزيادة قابلية العيش. لذلك حان الوقت الذي لا ننظر فيه إلى التخطيط والتصميم الحضريين على أنهما مجرد خيار، وإنما حاجة ملحة لتحسين نوعية الحياة الحضرية وجعل الناس أكثر صحة مع زيادة المناعة. منذ القدم تفشي الأوبئة ظهر بشكل كبير، يعني خصوصا في بداية القرن العشرين ظهرت عدة توجهات تصميمية لغرض تفادي البيئة الحضرية الغير صحية، وخصوصا في المدن المتاخمة التي عانى ساكنيها من بيئات غير صحية. فقد ظهرت منذ بداية القرن العشرين توجهات مختلفة في التصميم الحضري تراعي صحة الناس وتعتني بالسكن اللائق. تهدف تلك التوجهات إلى خلق بيئة صحية أكثر ملائمة للناس، وذلك بتوفير تهوية جيدة، أشعة شمس جيدة تملأ المكان تؤدي إلى تعقيم المكان، وتجعل الناس تستفيد أكثر من أشعة الشمس ومن البيئة الخارجية. ومن أوائل التوجهات في العمارة الحديثة التي نادت بتطبيق هذه المبادئ هي مبدأ الفضاء المستمر، مبدأ الاندماج مع الطبيعة، مبدأ العيش اللائق للسكان. وقد طبق المعماريون هذه المبادئ بعدة أساليب وطرق، منها توجهات لي كوربوزيه وفرانك لويد رايت وبنسر هوارد. لو نجي نشوف أنه هنا هذه الصور تشرح لنا أنه كيف طبق فرانك لويد رايت مبدأ الاندماج مع الطبيعة بإدخال الطبيعة إلى داخل الوحدات السكنية، بحيث أنه طبق مبدأ الفضاء المستمر بالتكامل مع الطبيعة، بحيث أن يكون الفضاء الداخلي والفضاء الخارجي جزء لا يتجزأ من الطبيعة. فنلاحظ هنا في هذه الصور بيت الشلال لفرانك لويد رايت وكيفية دخول الطبيعة الخضراء والشلالات شلال المياه إلى داخل المنزل، وكيف أنه التصميم كله انبنى على هذا المفهوم. بالنسبة لفرانك لويد رايت، وأيضا حب أن يطبق مبدأ الفضاء المستمر، لكن توجه فرانك لويد رايت كان نوعا ما مختلف عن توجه فرانك لويد رايت ولي كوربوزيه، كان توجههم نوعا ما مختلف. فتوجه لي كوربوزيه انه يطبق الفضاء المستمر بانه فضاء مفتوح امام المتلقي دون وجود عوائق، وان تكون الوحدات السكنيه هي عباره عن ابنيه شاهقه حواليها فضاء مفتوح
100%. وطبق هذا الشيء مثل الوحدة السكنية اللي موجودة في مارسيليا. طبعا هذا التوجه كان نتيجة لرد فعل للمدن المضخمة في القرون السابقة، لأن تلك المدن لم تحظى بنوع من البيئة الصحية ونوع من التهوية والتحل وأشعة الشمس والتعرض لأشعة الشمس بشكل جيد. فظهرت تلك التوجهات حتى يعني يتمتع الناس بوحدات سكنية يعني تستقبل نفس الكمية من أشعة الشمس والتهوية في آن واحد، وتكون تلك يعني البيئة مناسبة للعيش اللائق. أيضا نظرية المدن الحدائقية التي تعرف باسم مدينة الغد، وتعود هذه النظرية إلى 1898 ميلادية، قام المهندس البريطاني ابن زاد هوارد بصياغتها. وتعتبر هذه النظرية أحدث من نظرية المدن الخطية، وتعتمد على فكرة مساعدة سكان المدينة على التخلص من المشاكل السكنية من خلال تقديم العديد من الوسائل التي توفر الراحة لهم، وبالاعتماد على فكرة تحويل حياة المدينة إلى حياة القرية، إدخال حياة القرية إلى حياة المدينة. كيف إدخال حياة القرية إلى حياة المدينة؟ وذلك بكون الوحدة السكنية هي عبارة عن آيلاند وسط فضاء مفتوح أخضر، تحتوي على مساحات خضراء واسعة تساهم على المحافظة على الهواء النقي، وتوفر مناظر جميلة ومناسبة للتنزه. ويرى هوارد أنه أفضل طريقة لتطبيق هذه النظرية تعتمد على تحويل المدينة إلى شكل دائري كما يظهر هنا في الصورة، حتى تقلل من نسبة الاكتظاظ السكاني والوقت الذي تم هدره في الوصول للمكان. لكن بالحقيقة هذه النظرية بقدر ما هي نظرية يعني وفرت أماكن جميلة وطبقت في معظم المدن العربية، أعتقد موجود في مصر مدينة جاردن سيتي سابقا كانت مدينة تحتوي على فلل وتحتوي على مساحات خضراء كبيرة. بالنسبة للعراق كان المساحات الوحدات السكنية كبيرة جدا وتتوسط فضاء مفتوح من الحدائق الخضراء، يعني طبقت هذه النظرية بشكل واسع في بداية القرن الماضي. لكن مشكلة هذه النظرية أنه هي تحتاج إلى مساحات واسعة خضراء كثيرة. اللي حصل أنه هذه المساحات الخضراء الواسعة يعني لا تتناسب وحجم التنامي السكاني الذي يعني يعجب العالم، أنه تنامي عدد السكان بشكل كبير جدا. لو طبقنا هذه النظرية احنا ما راح نقدر نسد انه عدد السكان مع المعطيات والمعايير الموجودة في هذه النظرية. بالقرن 21 اصبحت الامور مختلفة جدا، ظهرت توجهات حديثة توجه المصممين نحو التصميم التجديدي او ما يعرف بالريجنريتيف ديزاين. الريجنريتيف ديزاين بالحقيقة هو يعني ليس بالمصطلح الجديد جدا، لكن هو منهجية أنظمة شاملة للتصميم ذات منحى عملي يصف مصطلح متجدد، العمليات التي تستعيد أو تجدد أو تعيد تنشيط مصادر الطاقة. من أهم الأمور اللي أكد عليها التصميم التجديدي هو إعادة تنشيط مصادر الطاقة والمواد الخاصة بها، إذ يستخدم التصميم المتجدد تفكير الأنظمة الشاملة بغرض إنشاء أنظمة مرنة عادلة تدمج احتياجات المجتمع مع سلامة الطبيعة. كذلك يمكن أن يعرف على أنه مصطلح التجديد أو الريجنريتيف اللي هو باللغة الإنجليزية هي عملية تحاكي الطبيعة نفسها من خلال استعادة تجديد مصادرها الخاصة للطاقة والمواد. ننظر أنه التصميم المتجدد على أنه تصميم يعيد ربط البشر والطبيعة من خلال التجديد المستمر للأنظمة الاجتماعية والبيئية المتطورة، إذ يحاكي النظم الطبيعية للتجديد المستمر والوظائف المجتمعية والبيئية. من وجهة نظر أخرى تم
تم تعريف التصميم التجديدي أو المتجدد التوليدي للأنظمة الحضرية بأنه تلك العملية التي تقوم بتجديد الخلايا الحضرية ضمن النظام الحضري بعد أن يمر عليها فترة من الزمن، ويكون النظام قد وصل إلى قمة نموه فيبدأ بتجديد نفسه متأثراً بقوى معينة ومتزامناً معها. طبعاً تلك القوى تكون مؤثرات يا أما مؤثرات ناتجة من الشبكة الحضرية نفسها أو هندسية الحضرية أو مؤثرات خارجية أثرت على النسيج الحضري، وذلك من خلال قوى الانتظام الذاتي التي تعيد توليد خلايا النظام من خلال قوى الشكل الهندسي للنظام وبصفات مورفولوجية جديدة لكنها تحمل نفس الشفرة الجينية للنمط الحضري، كما تم ملاحظة ذلك في طروحات نيكوس سالنغاروس وبروفيسور كيندا السيد في جامعة UCL في بريطانيا. استخدم المصممون التصميم التوليدي المتجدد بأكثر من منحى، فهنالك من تعامل مع التصميم التجديدي من وجهة نظر إيكولوجية، وهنالك من تعامل معه من وجهة نظر مورفولوجية. وسيتم في هذه المحاضرة إن شاء الله وضع قاعدة معلوماتية رصينة عن التصميم التوليدي المتجدد ومعرفة وجهات النظر التي تعامل معها، وسوف أقوم بالشرح التفصيلي لوجهة النظر الإيكولوجية، ومن ثم إن شاء الله إذا توفرت الفرصة سوف أقوم بشرح وجهة نظر المورفولوجية في محاضرة أخرى، لأن موضوع كبير جدا ويحتاج إلى يعني فترة طويلة بالشرح. التصميم التوليدي المتجدد من وجهة نظر إيكولوجية يتكون من ثلاث مفردات رئيسية اللي هي التصميم البيئي، الزراعة المعمرة، والتعاون المجتمعي. والتصميم التوليدي من وجهة نظر مورفولوجية يتكون من مفردات توليد المدن ذات الانتظام الذاتي عن طريق الهندسة المكانية التوليدية واستخدام مبدأ البذور الحضرية كقوى مولدة وتقوية ممرات المشاة والطرق الشعرية بالاتصالية وإعادة التوليد المكاني. من وجهة نظر إيكولوجية للبيئة الحضرية يتناول التصميم التجديدي من وجهة نظر إيكولوجية ست عناصر مهمة يجب علينا معرفتها. أولاً، يحقق التصميم التجديدي تأثيرات إيجابية صافية على البيئة والصحة والمجتمع، ويحدد المشروع التجديدي مقاييس الأداء في هذه المجالات الثلاثة لإصلاح الضرر الذي نتج عن سنوات كبيرة من التطوير التقليدي. فنظراً لأنه يحاكي الأنظمة البيئية الطبيعية، فإن التصميم المتجدد يتضمن تصميم رائد يشارك بنشاط في حلول العدالة الاجتماعية التي تعتمد على المكان. من أهم الأمور اللي أؤكد عليها التصميم التجديدي هو التأثيرات الإيجابية للبيئة والصحة والمجتمع، ويؤكد على العدالة الاجتماعية بشكل رئيسي. التصميم التجديدي مرن، يحتوي على مرونة عالية جداً، لا يهتم بأحجام المشاريع ولا يميز بين المشاريع، لكن له القدرة على استيعاب مشاريع التصميم من جميع الأحجام والأنماط والمستويات، ويتجاوز الإطار التصميم الأساسي عالي الأداء، وينقل التصميم إلى تأثيرات إيجابية صافية على الكربون والماء والمغذيات والتنوع البيولوجي والفئات الاجتماعية. يعتمد التصميم التجديدي على مقاييس، ويتم توجيهه بواسطة بيانات الموقع الفريدة. يتم إنشاء أهداف المشروع التجديدي باستخدام موقع مرجعي أصلي ومقاييس الأداء الطبيعية المرتبطة به والتي تتجاوز الكود والمعايير التنظيمية، وهذه المقاييس يمكن الدفاع عنها علمياً، ويتم إنشاءها باستخدام خرائط نظام المعلومات الجغرافية والجامعات والأبحاث الاجتماعية البيئية المقبولة. يتطور التصميم التجديدي باستمرار ويتجدد، ويشمل النمذجة
لمؤشرات الأداء المناسبة للمكان في الفئات الهواء والماء والكربون والمغذيات والتنوع البيولوجي والصحة الاجتماعية. وتتقلب هذه المؤشرات وتتأثر بالاضطرابات قصيرة الأمد وطويلة الأمد للنظم الاجتماعية. وأن دمج التصميم التجديدي للنماذج الحالية يبني عليها كل ما نقوم به وما تم بناؤه إلى مستويات أداء تصميم متجدد حقيقي يتم تضمين النماذج التالية في إطار التصميم التجديدي. التصميم التجديدي يؤكد على وجود تريبل نت زيرو، يعني أنا عندي زيرو استخدام، زيرو هدر للطاقة، زيرو هدر للمياه، زيرو نفايات، موازنة الكربون المتجدد والتشغيلي، تصميم الصحة الاجتماعية، شفافية المواد والمرونة العالية في أداء المشروع. التصميم التجديدي يشرك كل المجتمع معه ويشاركه. يجب أن يحافظ المشروع على مشاركة أصحاب المصلحة المستمر ويلهمهم لموائمة قيم المجتمع مع أهداف المشروع والتخطيط للتطور المشترك المستقبلي للأنظمة الاجتماعية البيئية. يهدف التصميم المتجدد إلى تطوير أنظمة تصالحية ديناميكية ناشئة ومفيدة للبشر والأنواع الأخرى من المخلوقات، وإن عملية التجديد هذه هي عملية تشاركية وتكرارية وفردية للمجتمع والبيئة اللذين تطبق عليهما، إذ تهدف هذه العملية إلى إنعاش المجتمعات والموارد البشرية والطبيعية والمجتمع ككل. في السنوات الأخيرة أصبح التصميم التجديدي ممكناً على نطاق أوسع باستخدام المنصات الاجتماعية والتقنيات المفتوحة والأنظمة التقنية المستخدمة في المدن الذكية، ويشمل أيضاً عمليات تطوير المجتمع والمدينة مثل جمع ردود الأفعال والحكم التشاركي وعمل الاستبيانات والفرز والموازنة التشاركية. لو نجي على التصميم البيئي، شنو الأشياء اللي يؤكد عليها؟ طبعاً يؤكد التصميم البيئي على تقليل الحمل الحراري، فيؤكد على تقليل الفتحات في اتجاهات الحمل الحراري العالي، استخدام السطوح الخضراء، استخدام مواد البناء العازلة للحرارة وتقنيات ملاقف الهواء، توفير غطاء نباتي من الأشجار بشكل واسع تعمل ككاسرات للهواء وكاسرات لأشعة الشمس عفواً وكاسرات للرياح، أيضاً مصدات للرياح، أيضاً زيادة المساحات المظللة لتقليل صرف الطاقة وتقليل امتصاص الطاقة الحرارية. إذن التصميم البيئي أي شكل من أشكال التصميم الذي يقلل من أضرار وتأثيرات البيئية من خلال دمجها مع العمليات الحية. هذا التكامل يعني الاندماج الكامل بين الطبيعة الحية والبيئة المبنية من قبل البشر دون التأثير سلباً عفواً. دون التأثير سلباً على البيئة وبشكل يحافظ على جميع الموارد الحية، وليس فقط المحافظة على الموارد الحية وإنما استخدام الموارد كلها بشكل متوازن بحيث يكون لدينا زيرو نفايات، وبحيث يتم التكامل بشكل كبير مع البيئة، بحيث تعمل البيئة وجميع الكائنات الحية مثل عملية بشكل متكامل مثل البازل، بأخذ الفوائد من كل اللي موجود بالبيئة والتشارك في الموازنة البيئية. يستخدم المصممون التفكير النظمي ومبادئ تصميم الزراعة المعمرة التطبيقية بالإضافة إلى عملية تنمية المجتمع بغرض تصميم نظم بشرية وبيئية
إن تأثير تطوير التصميم المتجدد بالمناهج الموجودة في المحاكاة الحيوية والتصميم الحيوي وعلم الاقتصاد البيئي والاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى كل الحركات الاجتماعية مثل الزراعة المعمرة والانتقال والاقتصاد الجديد، يمكن أن يشير أن التصميم المتجدد أيضاً هو عملية تصميم النظم مثل العدالة التصالحية وعملية العودة إلى الحياة البرية والزراعة المتجددة. يعتبر الاقتصاد الجديد أن النظام الاقتصادي الحالي يحتاج إلى إعادة هيكلة. تستند النظرية فيه إلى افتراض أن البشر والكوكب يجب أن يحظوا بأقصى اهتمام، وأن أهم شيء في الوجود هو الإنسان وهو رفاهية الإنسان لا النمو الاقتصادي، لأن النمو الاقتصادي مطلوب لغرض رفاهية الإنسان، وليس الإنسان يعني يسعى لغرض النمو لغرض النمو الاقتصادي. يعني الحياة الآن نلاحظ أنه الإنسان مجند لخلق نمو اقتصادي وليس العكس. النمو الاقتصادي هو مطلوب لرفاهية الإنسان، وتقدم الدول مطلوبة لرفاهية الإنسان، هي ما يجب أن يكون في سلم الأولويات حقيقة. أما التقنية الثانية التي أكد عليها التصميم التجديدي هي البيرماكولتشر. البيرماكولتشر it's an ethical design method for sustainable system. البيرماكولتشر هي مصطلح يعني بالزراعة المعمرة، وهو تصميم الفضاءات الخارجية والتي تمثل طريقة أخلاقية لإيجاد التصميم المستدام، التي تؤكد على الزراعة المعمرة والعلاقات التي تربط الأشياء مع بعضها ولا تؤكد على الأشياء نفسها. فالأهمية في إمكانية التكامل مع البيئة، مع الإنسان، مع كل الكائنات الحية بغض النظر عن نوعها، من الكائنات الحية وحيدة الخلية إلى الإنسان. هذه الكائنات كليتها بشكل متكامل، كل واحدة لها دور تفيد به الكائنات الأخرى، وبذلك يتم تطور البيئة الخارجية. إذن التكامل ما بين الأشياء لفائدة الإنسان والمجتمع، هذا هو الهدف الأسمى بالموضوع. البيرماكولتشر أو الزراعة المعمرة وتصميم الفضاءات الخارجية يؤكد على ثلاث مفردات رئيسية ومهمة جدا. أولا هي العناية بالأرض، ثانيا العناية بالناس، ثالثا العدالة التشاركية أو ما يسمى بتشارك المجتمع والتكافل الاجتماعي. العناية بالأرض هي كيفية استخدام كل مصادر اللي موجودة بالأرض، كل ما موجود في البيئة، كيفية استعمال الأمطار في توليد الطاقة، كيفية استثمار الرياح، كيفية استثمار أشعة الشمس، كيفية استخدام هذه الموارد كلها في رعاية الأرض، توليد طاقة كهربائية كما هو موضح، كيفية استفادة من مياه الأمطار في رعاية البذور، ومن ثم في إيجاد زراعة جيدة، ومن ثم توليد طاقة كهربائية من خلال حركة الرياح، وتوليد طاقة كهربائية احتمال من خلال أشعة الشمس. بالنسبة للعناية بالإنسان، العناية بالناس عن طريق base pattern meeting communities cultures generations future generations، اللي هو يعتمد على ال pattern اللي موجود وكيفية تقابل الناس وكيفية نمو المجتمعات وتكامل المجتمعات مع بعضها لفائدة الجيل الحالي وفائدة الأجيال المستقبلية. كيفية العناية بالأرض من ناحية التربة والمياه وكل السبيشيز اللي موجودة بالأرض واللي هي مجموعة الكائنات الحية، تصنيف كل تصنيف للكائنات الحية هي يعني السبيشيز. إذن هو العناية بالبليس بالمكان وبالناس وبالأرض، ومن ثم العناية بالباوندريز اللي موجودة في كل مجتمع والليمت، وكيفية ممكن أنه كيفية عمل المشاركة في الموارد وفي عملية المشاركة في الموارد وفي المنتجات
ما بين الناس جميعا. التكافل الاجتماعي يعني يمكن من أكثر الأشياء اللي أكد عليها الدين الإسلامي هو التكافل المجتمعي، واللي هسه العالم كليته بتأكد على وجود التكافل المجتمعي اللي يشجع التصميم التجددي. على التكافل المجتمعي والتنوع المجتمعي في منطقة الزراعة المستدامة، إذ يجب علينا احتضان التنوع داخل المجتمعات، فلكل شخص هو تجارب وأفكار فريدة يجب أن تكون جزء من مناقشة كيفية تنظيم المجتمعات وإدارتها، وأن الأفراد قادمين من خلفيات مجتمعية وعرقية مختلفة، فعلينا الاستفادة من كل خلفية من تلك المجتمعات وكل عرق من تلك الأعراق ومن مختلف الأجناس والأشكال والمعتقدات، وأن التقاء هذه المجموعة المتنوعة من المدخلات هو موقع للإبداع، وأن الأنظمة الحالية للحوكمة الاجتماعية تحاول نوعاً ما إبطال الاختلافات بين الناس خوفاً من الفشل، لكن الاستجابة الإبداعية للتغيير شيء يجب احتضانه بدلاً من الخوف منه. في الأنظمة الاقتصادية والسياسية الحديثة يمثل الحفاظ على الوضع الراهن هو أولوية، لكن من أجل الحفاظ على ارتفاع مستويات الاستهلاك، لكن غالباً ما يتم التعامل مع التغيير على أنه شيء مهدد، لكن سيكون له يعني سيكون احتمال هذا التغيير هو محرك إلى التحسين والتطوير للمجتمعات. يعني وجود مجتمعات مختلفة قد تبني أسس مختلفة ومبادئ مختلفة، وبالتالي هذا التكامل الرائع سوف يولد نوع من التطور يفيد كل المجتمعات. بالحقيقة يعني أنا هذا الموضوع اللي دا أتكلم عنه هو دخلته ضمن تجربة بدراسة نوع من الكورسات. هذه الكورسات تأكد على الإيكولوجيكال ديزاين والبيرماكولتشر ديزاين والريزينيس كوميونيتيز. هذه الدراسة درستها في أكاديمية اسمها إيكوديميا. هذه الأكاديمية تأكد على مبادئ الاستفادة من البيئة والتشارك المجتمعي. هي أكاديمية بريطانية تسعى لنشر ثقافة التنوع والاستفادة من كل مصادر الطبيعة للحفاظ على بيئة صحية أكثر لكل المخلوقات، سواء كانت هذه المخلوقات بشر أم حيوانات أم نباتات إلى آخره من المخلوقات. وهذه التجربة كانت تجربة تنوع وعمل مفيدة جدا، يعني حقيقة أنا شفت مختلف أنواع البشر وتعاملت معهم في كورس، وهي مجموعة كورسات، طبعا هو مو كورس واحد لأن هي الدراسة عبارة عن دراسة لمجموعة كورسات دبلوم لمدة سنة. اقترحت بنهاية الكورس إحدى الزميلات اللي موجودة وياي أنه تقدم المشروع مالتها اللي طالبين من عندها بالمدينة مالتها، هو الأسايمنت فاينل أسايمنت للكورس، والمشروع هو مدينة مصغرة للتعلم. طلب منها إعادة تصميم المشروع وتطويره بشكل تستفيد من كل الموارد اللي موجودة في البيئة. قمنا معها بالمشاركة في دراسة المشروع من وجهة نظر بيئية تجددية، وافقت عليه الحكومة الصربية بعد أن أنهينا الدراسة هذه، لأن المشروع يقع في صربيا. المشروع طبعاً يغطي حوالي 8200 متر مربع، وأصبحت وزارة التعليم العالي مسؤولة عنه في صربيا، طبعاً مسؤولة عن تنفيذ المشروع ودعمه واقتنعوا به. وفيما يلي حيكون شرح مبسط للمشروع هذا كنموذج لمدينة صغيرة يتم فيها دعم الطلبة لتلقي العلم. هذا المشروع يحتوي على كوميونيتي صغير يعني سكن للطلبة، بأماكن لتطوير الأساتذة وتعليمهم على التعليم الإلكتروني، بمركز ثقافي لتطوير المدينة ومركز للتشارك المجتمعي. هذا المشروع هو اللي تشوفوه قدامكم، هاي الصورة مالته بعد أن أنجز،
وهذا اللينك اللي تابع إلى المشروع، وهذه الأكاديمية اللي درسنا بها الإيكولوجيكال ديزاين دبلومة، واللينك اللي تابع لها في حال أنه أي أحد حاب يطلع على الأشياء اللي موجودة في المشروع أو في الأكاديمية. المشروع هو Ecological Design Strategies Site Selections و Future Educational Center في مدينة فارجيني سربيا. احنا درسنا موقع المشروع، الموقع الجغرافي، المايكرو كلايمت كونديشنز، الفيوتشر ايدوكيشنال سنتر كونسبت، البيرماكلتشر سجستشنز، والانفايرومنتال ديزاين تكنيكس. طبعا المشروع يقع في هذه المنطقه البيئيه بالنسبه لي صربيا، وهنا موجود الليجند اللي تبين التوبوغرافي اللي يقع فيها المشروع. المشروع بمنطقة اسمها فارانجي قرب كوسوفو، مدينة صغيرة بها سنتر للتشارك المجتمعي في جنوب صربيا. المدينة عدد سكانها تقريباً 384 ساكن، تقع في منطقة حضرية صغيرة. هذه المدينة بها حوالي أيضاً 60,485 شخص. المدينة في جنوب مورافا ريفر، تقع في أوروبا. إذا لاحظ هو هنا الموقع مالت المدينة في قارة أوروبا. والمدينة حاولنا أنه إحنا ندرس الموقع الجغرافي والمايكرو كلايمت مالت المدينة. المدينة بيها نوعا ما هي يعني نوعا ما باردة وجافة، بالصيف تكون نوعا ما دافئه والجو مالتها رطب. العفو الامطار تتوزع حسب ما موجود بالمخطط بالجدول اللي موجود اعلاه، اللي هي تقع من ضمن المدن اللي يعني الكلايمت مالتها يشبه المناخ مالتها يشبه المناخ لمدن البحر المتوسط. درسنا دوران أشعة الشمس أو حركة أشعة الشمس بالنسبة لهذا المركز المجتمعي. The climate in winter, there is average relatively cool and rainy winters with heavy amount of snowfall. يعني المدينة الشتاء مالتها هو بارد ونوعا ما ممطر، ووجود يعني إمكانية عالية لتساقط الثلوج. أيضا المناخ المدينة في منطقة في فصل الصيف يكون نوعا ما رطب أيضا ودافئ. ومثل ما ذكرت سابقا هو أشبه بالمناخ لمدن الحوض البحر المتوسط. وإذا نلاحظ هنا من يعني أشعة الشمس يعني شروق أشعة الشمس وغروبها في المدينة، في والزوايا شروق أشعة الشمس في الاتجاهات في العفو في الرسوم الثلاثة. المدينة مثل ما تشوفون بها بقايا لبناء، وهذا الموقع مالتنا، هذا الموقع للمشروع، وهذه الدور السكنية اللي تحيط بالمشروع. المنطقة يعني معظمها أخضر، ويوجد بعض المباني القديمة
المشروع والتوبوغرافي مالت المشروع بعدة مستويات. إذا لاحظ التوبوغرافي للمشروع بها عدة ارتفاعات كما مبين في المقطع اللي موجود بالرسم. الأرض المشروع بها عدة ارتفاعات، فاللي من باب أولى أنه نستفاد من الارتفاعات اللي موجودة بالمشروع، ونستفاد من الطبيعة والمناخ اللي موجود بالمشروع. فأصبحت السطوح المشروع كليتها عبارة عن حدائق خضراء للسوشيال انتراكشنز. والمشروع انه يعني يستفاد من هذه السطوح اللي موجوده في التقاء الناس، في ممكن يمكن الطلبه يتنزهون منها، يمكن للزراعه نستفاد من عندها، لكثير من الامور اللي ممكن ان نستفاد منها. ايضا اذا نلاحظ هنا انه هذا المشروع هو مو فقط لفئه الشباب وانما ايضا لفئه الاطفال، فممكن ان يتعلمون الاطفال الاندماج مع المجتمع من خلال الفضاءات اللي موجوده والتدرج الطبوغرافي اللي موجود. ايضا انه الادوكيشن، المشكله انه الادوكيشن بالفتره مالت الجائحه ادت الى ان المدارس تكون مغلقه، والتاكيد على التعليم الالكتروني. هذا المركز كان متخصص في تطوير المهارات للمعلمين وللاطفال في التعامل مع التعليم الالكتروني، وايضا كان يمثل يعني اصبح فكرته تمثل متنفس، ممكن ان تمثل متنفس لاهالي المنطقه للاطفال، ممكن ان يلتقون في هذا المشروع وممكن ان يجون يعني يطورون مهاراتهم ويطورون ياخذون بعض السكيلز الجديده اللي تمكنهم من تطوير عمليه التعليم. طبعا هنا اجزاء المشروع، وكل جزء، كل لون من هذه الالوان هو يمثل جزء من اجزاء المشروع. مثلا يعني المشروع يحتوي على اجزاء كثيره، منها السبا، منها ريستورانت، منها صفوف كلاس رومز، منها لابراتوريز، منها ايضا مناطق لكونفرنسز هول، منها ايضا كافتيريا، منها يعني بي سكن للطلبه في حال انه بعض الطلبه جايين من اماكن بعيده ممكن ان يسكنون به ايضا. فيوفر تقريبا سكن 150 سرير للطلبة، وجميع احتياجاتهم اليومية تكون متوفرة. طبعا مثل ما نلاحظ انه المنطقة يعني بيها نوع من يعني الريفية نوعا ما بالكانتري سايد، فبيها حيوانات، هذه الحيوانات ايضا يتم الاستفادة منها في من ناحية المنتوجات ومن ناحية يعني استخدام كل ما توفر من منتجات، سواء كانت يعني منتجات تفيد التربة أو تفيد الإنسان نفسه من ناحية منتجات الألبان. أيضا يعني كان يؤكد بالأشجار، وجود هذه الأشجار هي بنفس الوقت توفر نوع من الظل وتوفر نوع من كاسرات الشمس في حال تكون الشمس مباشرة، وأيضا هي مصدات للرياح في أوقات الشتاء أيضا، وبنفس الوقت هي تفيد النباتات اللي موجودة تسوي ظل. وواحدة أيضا من السايت أناليسز نسبة إلى الفيتشرز يعني اللي موجودة عندنا، هو أنه الأشع العفو أنه الرياح اللي متوفرة كانت رياح باتجاه النورث ورياح باتجاه الساوث ويست، ويعني معناته احنا نحتاج ان نزيد الغطاء النباتي من الاشجار في هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه، حتى تعمل الرياح اولا للفلتره
وثانيا تعمل ايضا يعني مصدات للرياح القويه حتى لا تؤذي الـ 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 الناس اللي موجودين هنا والبنايه ايضا. وايضا كان عندنا نوع من اللاندسكيب سكتشز، انه نقسم المناطق اللي موجوده في هذا المشروع الى مناطق ممكن ان يصير بيها استفاده من الطاقه، مناطق يصير بيها زراعه، مناطق يصير فود فورست ممكن الاستفاده من عندها، وتقسيم الجرين روفز الى اجزاء للاستفاده في الاربن اجريكلتشر الزراعه الحضريه. عفوا. فقسمنا قسمنا الفود فورست اللي موجودة إلى أجزاء يعني البيئة المحيطة إلى دوائر حلقات، وكل حلقة من هذه الحلقات تنطينا نوع من النباتات المفيدة بالغذاء، يعني حتى اللي موجودين بداخل المركز في حال أن احتاجوا غذاء متوفر الغذاء حولهم، في حال أنه صار لا سمح الله أي مشكلة وما قدروا يطلعون من المركز ويبقون به فترة طويلة. فنشوف مثلا layer number one، وإحنا مقسميه هنا layer number one هو kitchen garden zone اللي هو بنباتات معينة مثل tomato, carrots, blueberry, grapes, strawberry. الزون نمبر 2 هو الفود برودكشن مثل الابل او الهزل. النمبر 3 اللي هو لارج فود زون مثل الابريكوت والبيتش. النمبر 4 هو الوود زون اللي هو البلاك بوبلر. ونمبر 5 هو الناتشرال فورست زون اللي هو يكون نوعا ما طبيعي ويعني لا يتم التدخل به بالزراعة، لكن تكون الأشجار الطبيعية اللي موجودة في تلك البيئة. أيضا من خلال الدراسة اقترحنا بعض المعالجات البيئية مثل المعالجات السكرين اللي توضع أمام البناية حتى يعني تمنع أشعة الشمس المباشرة، ولو أنه أشعة الشمس عندهم مو عالية كثيرة جدا لكن تمنع أشعة الشمس المباشرة، فبالتالي تولد نوع من الظلال البسيط. هذا الظلال يولد يعني ينطي إضاءة متوازنة داخل المشروع. أيضا وجود هذه الأشجار العالية اللي هي كمصدات لمصدات للرياح وكاسرات لأشعة الشمس، وإضافة إلى ذلك استخدام الشيدينغز اللي موجودة حتى يستطيع الناس ان الجلوس تحت الظلال هذا الشيد، ويعني عمل نوع من يعني التفاعل الاجتماعي. هذه سكتش نهائي للويند بروتكشن تريز والاجزاء المشروع وشلون استفادنا منها في توليد طاقة كهربائية باستخدام السولار سيلز، إضافة إلى المناطق الخضراء اللي موجودة، ويعني دراسة كل جوانب المشروع والاستفادة منها من ناحية التوبوغرافي، من ناحية المناخ، من ناحية التضليل والاستفادة من الزراعة المعمرة اللي موجودة، بحيث أنه الناس إذا اللي ساكنين اللي موجودين بهذا المركز في حال أصبحت هناك جائحة أو أصبح هناك أي طارئ أي أمر طارئ يقدرون أن يعيشون بهذا المركز وما يتحركون خارجه أكثر من ربع ساعة مشي عن الأقدام. وبالتالي إحنا في هذه الحالة أنه استطعنا أن نوفر نوع من يعني الفائدة لكل مستخدمين المشروع. إضافة إلى وضع يعني
نوع من التفاصيل لزراعة الأسطح الخضراء وكمية اللايرز اللي موجودة ونوع المزروعات اللي تصبح عن على هذه الأسطح الخضراء، وبالتالي جمع المياه الأمطار اللي تسقي هذه المزروعات في من خلال أنابيب لتترشح في هذه المرشحات، ومن ثم تنجمع وتوصل إلى قناة، وهذه القناة توصل إلى أنابيب، ومن ثم تنزل هذه تروح إلى ستورج، ممكن أن يعني يصير لها عملية ريسايكلينج ونرجع نستخدمها مرة أخرى في سقي النباتات، وممكن نستخدمها يعني بعد أن تنعمل لها عمليات تصفية وتحلية حتى في شرب المياه، لأن المنطقة اللي موجودة يعني مشهورة بكثرة الأمطار اللي يعني تنزل عليها في فصل الشتاء. وهذا ايضا يعني نوع اخر من التفاصيل اللي موجوده، شلون ممكن الاستفاده من اشعه من المطر، وبعدين بالتالي خزن في المي، وهذه التفاصيل اللي موجوده والنباتات اللي ممكن ان نزرعها على تلك السطوح. طبعا يعني ممكن ان وايضا نستخدم الزراعه العموديه، يعني السطوح العموديه ايضا تكون خضراء، وبالتالي يتم الاستفادة من السطوح الأفقية والسطوح العمودية أيضا. طبعا هذه المشاريع يعني هذا المشروع هو هسه under construction، تمت الموافقة عليه قريبا، وراح راح تاخذ بنظر الاعتبار يعني الحكومة الصربية بالتنفيذ، وتكون وزارة التعليم العالي للحكومة الصربية هي الداعم لهذا المشروع كما ذكرت سابقا، واللينك اللي موجود هو يشرح تفاصيل المشروع وتفاصيل الخبر ايضا. طبعا احنا يعني عندنا مبادرات كلش كبيره في مثل هذا كذا مشاريع موجوده في الدول العربيه، يعني بدا بالحقيقه بدا هناك نوع من الوعي لهكذا نوع من المشاريع اللي تطور الدول. ومن اهم المشاريع اللي موجوده ايضا بجمهوريه مصر العربيه، لو نلاحظ انه اهميه السطوح الخضراء والمساحات الخضراء ك urban seats احنا نسميها او البذور الحضريه، لو نلاحظ الفرق الكبير في التصميم الايكولوجي عن ما قبله، يعني الصوره هنا هي خير جواب ورد كيف احيت هذه المنطقه الخضراء في وسط القاهره، هي حديقه الازهر، يعني من ناحية البيئة الحضرية والتصميم الحضري لو نلاحظ الصورة يعني الفرق شاسع جدا، أصبحت مثل الرئة الحضرية اللي تولد الأكسجين للمدينة وتزودها به. طبعا أيضا يوجد مشروع آخر هو مشروع للزراعة الحيوية في أيضا في جمهورية مصر العربية، هو مشروع سيكم، المزرعة التي أنشاها دكتور إبراهيم أبو العيش في صحراء بلبيس بمحافظة الشرقية، وهي تتبنى مبدأ الزراعة الحيوية وتستخدم الأسمدة والمبيدات الكيميائية وأيضا العضوية، تنتج المزرعة عدد كبير من الأغذية والأدوية، ويمكن يعني حضراتكم يعني أعرف من عندي بهذا المشروع. بس لو لاحظ الصورة هنا أنه في عام 2008 الأرض كانت صحراء، في عام 2015 ما شاء الله الزراعة الأرض خضراء. هذا المشروع هو مشروع تنموي مستدام ينمي المدينة بشكل كامل بشكل كبير، لأن التنمية مالته يعني على مستوى مدينة، لاحظ هنا على مستوى المدينة شلون أصبحت الزراعة الخضراء، هنا شلون أصبحت المدينة خضراء بهذا العدد، وهنا لاحظ الصحراء اللي حواليها. طبعا المشروع هذا ما كان فقط هو بس للزراعة، وإنما لتنمية المجتمع، نمى المجتمع، شغل معظم المزارعين اللي موجودين بالمنطقة. المساحة الكلية للسكن هي 55 كيلومتر مربع، المساحة الخضراء أصبحت 49 كيلومتر مربع، المساحة البنائية 6 كيلومتر مربع.
فتحوا بها أجزاء تعليمية أيضا، فتح بها مركز صحي، فتح بها أيضا جزء سكني وأنشطة أخرى. الجزء الخاص بالشركات أيضا يمثل 0.3 من الكيلومتر المربع. مشروع سيكم أنتج أنواع من النباتات العشبية، أنتج أنواع من المنتوجات حقيقة وصلتنا للعراق، يعني الأعشاب سيكم، التوفير يعني السولار سيلز بال يعني بتوليد الطاقة الكهربائية، مشروع عظيم جدا. أتمنى أنه تنتشر هكذا نوعية من المشاريع في كل الوطن العربي وفي بلدنا العراق إن شاء الله. هاي المشاريع يعني ميزتها أنه هي نوعا ما تكون مكلفة بالبداية، لكن بالتضافر الجهود وبالتكافل الاجتماعي وبالتعاون تصبح كل منطقة يتم بها هكذا نوع من المشاريع يعني مدينة خضراء جميلة، ليست فقط خضراء وجميلة ولكن ريسورسز بالاقتصاد، ايكونوميك ريسورسز عالي جدا، يفيد البلد ويفيد المدينة اللي موجودة بيها. أنا إلى حد هنا يعني خلصت المحاضرة مالتي، وأرجو أن ما أثقلت عليكم، وشكرا جزيلا لحسن استماعكم، وأتمنى أن أكون قد قدمت نوع من المعلومة المفيدة اللي استفاديتوا منها. شكرا جزيلا. بشكر حضرتك جدا يا دكتوره وجزاكم الله خيرا. والله يا دكتوره يعني انا مهندس مدني، بس يعني انا استفدت كتير جدا من المحاضره. المحاضره ما شاء الله الله قيمه يبارك جدا، فيك. معلومات قيمه ومعلومات مهمه جدا بصراحه. اي حد لازم يكون عنده خلفيه عن المعلومات دي على الاقل. يعني في بعض الاسئله موجوده في الشات. نعم. تفضل. كان في باشمهندسه كان في باشمهندس زياد عايز وسيله تواصل مع حضرتك يا دكتوره، لو ايميل ولا حاجه. تمام، الإيميل مالتي موجود يا أستاذ عمر، وإذا تحبون هسه راح أكتب بعد شات، وأي واحد يحب الاتصال أو التواصل يا أهلا وسهلا ومرحبا. تمام يا دكتورة، جزاك الله خيرا. جزاك الله ألف خير. في باشمهندس زياد برضو بيسأل إيه الفرق بين التصميم التجديدي والاستدامة؟ التصميم التجديدي حقيقة، التصميم التجديدي هو بنوعين، التصميم التجديدي الحضري والتصميم التجديدي اللي هو إلى علاقة بال يعني خلينا نقول بالإيكولوجيا. حقيقة هو جزء لا يتجزأ من الاستدامة، هو نوع من أنواع الاستدامة الحضرية، لكن هو يؤكد على المبادئ الإيكولوجية واستخدام التشاركية المجتمعية. التصميم التجديدي من وجهة نظر مورفولوجية يؤكد على الهندسية الحضرية وكيفية إيجاد نمو للنسيج الحضري من خلال الهندسية الحضرية للبيئة الحضرية. طبعاً التصميم التجديدي هو مثل ما قلت لك، مثل ما قلت لحضراتكم سابقاً، هو عملية إيجاد أنظمة شاملة، يعني هو ما يشتغل وحده، يعني ماكو شيء يتجدد وحده، أو حتى يعني ماكو يعني لا يوجد نظام يتجدد بشكل منفرد، يجب أن يكون عبارة عن تضافر لمجموعة أنظمة تتجدد فيما بينها ويتم دعمها واحدة مع الأخرى عن طريق تقوية العلاقات، سواء كان عن طريق حضري هندسي أو كان عن طريق الإيكولوجي والبيئي. عفوا، اتمنى اكون جاوبت على السؤال مال حضرتك. تمام يا دكتوره، جزاكم الله خيرا. طيب في اي حد يعني اي باشمهندس حابب يعني يعمل مداخله مع الدكتوره، او نعم. يعني في اي سؤال او اي حاجه يكتب في الشات وانا هوصله للدكتوره باذن الله. أهلا وسهلا تبدأ لنا.
في سؤال يا دكتورة، هل التصميم التجديدي هو تنظيم ذاتي؟ لا حقيقة هو مو تنظيم ذاتي، هو يجب أن يكون تنظيم مدروس بخطط عمل، مثل ما يعني ذكرت مسبقا أنه هو يجب أن يكون مجموعة من الأنظمة متوازية في وقت واحد وتربط بينها علاقات. يعني يجب أن يعني دراسة الأرض المشروع، ومن ثم دراسة الريسورسز اللي موجودة، ودراسة يعني بيئية واضحة جدا، وكيفية الاستفادة وعمل العلاقة والتكامل ما بين كل هذه الأنظمة، وتنحط خطوات عمل للمشروع. طبعا يجب أن تبدأ خطوات العمل أولا بدراسة الريسورسز اللي موجودة بأرض الموقع، دراسة الموقع بشكل كلش ممتاز، ومن ثم البدء بعملية التنفيذ. في سؤال برضه يا دكتورة، من مبدأ التصميم التجديدي هيكون هناك حاجة إلى إعادة التخطيط العمراني للمدن ضمن مخطط استراتيجية؟ حقيقة يعني سؤال، يعني سؤال رائع، هذا السؤال رائع حقيقة. هسه يعني أني سنة 2020 حضرت كثير من الويبينارز اللي تابعة للأمم المتحدة، اليو ان واليونيسف والهابيتات، وكل المهتمين وكل البلاتفورمز اللي تدرس التخطيط الحضري الحديث. يجب أن يعاد النظر في كيفية استراتيجيات التصميم الحضري، يجب أن يكون التأكيد بها على الصحة العامة والسلامة العامة اللي توفر مناطق خضراء بالتصميم العمراني. لماذا؟ لأن ظهرت نوع جديد من المشاكل على مستوى الكرة الأرضية كليتها، أدت إلى أن تخلي الناس كلهم يلزمون دورهم وبيوتهم. فبالتالي كيفية الحصول على الطعام شلون حتكون؟ يعني أني إذا أني ما أحس بهيك إحساب، شلون أني ممكن راح أبقى على قيد الحياة إذا كانت هذه الجائحة كلش يعني اكتسحت العالم؟ فإيجاد يعني نوع من الزراعة ولو في بالكونة الشقة اللي موجودة، أشجع نوع من المزروعات، أحاول أن أسوي أكثر الأشجار اللي موجودة على زيادة الأكسجين اللي موجود، أحاول أو أسوي مناطق للمشي ضرورية جدا، العالم كله دي يتجه هسه هذا الاتجاه، زيادة مناطق المشي، تصميم المدن على أساس المشارف، تصميم المدن على أساس حركة السابلة وحركة البايسيكلز، الاعتناء الكبير جدا بالمساحات المفتوحة والمناطق التفاعل الاجتماعي اللي بيها تباعد جزئي وليس تباعد كلي. يعني حتى هسه طريقة تصميم المساحات المفتوحة باللاندسكيب تكون هي مخصصة كل شخصين ثلاثة، تحتوي المساحة اللاندسكيب كل شخصين ثلاثة، ومن ثم يوجد فضاء لشخصين ثلاثة آخرين وهكذا. هذا الاتجاه يجب أن يعمم على التخطيط الحضري للمدن، لأن إحنا بدأ يطرأ علينا نوع من المشاكل لم نكن نشهدها سابقا، يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار. تمام يا دكتورة، في سؤال برضو، هل يمكن تطبيق التصميم التجديدي على مناطق قائمة أي مبنية بالفعل يعني؟ إيه طبعا بالتأكيد، بالتأكيد ممكن. يعني على سبيل المثال في كل منطقة أو في كل مدينة يوجد مساحات مفتوحة، المساحات المفتوحة هذه يجب أن نتعامل معها على أساس التصميم التجديدي الحديث. يعني المناطق اللي مفتوحة هذه شنو الضرر؟ هي مناطق خضراء، شنو الضرر أن أزرعها مثلا أشجار فواكه؟ شنو الضرر أن أزرع هيربولز ممكن أن أستفاد أني من عدم يعني مزروعات واطئة الارتفاع؟ شنو الضرر أنه أن تكون هذه بها نوع من الفائدة؟ يعني أنا حتى أعرف أنه بمصر أكو هناك كثير من الناس اللي يستفادون من الحدائق اللي كانت موجودة، يعني حسب ما ينقل لنا الإعلام، والمشاريع التجديد للصحراء وتخضير الصحراء حقيقة مشاريع رائعة، هي هذه تدخل ضمن يعني التصميم التجديدي. بداخل المدن يجب أن توضع مساحات خضراء يعني تعتبر رئة المدينة،
بالتصميم الحضري يسمون هذا الاسلوب هو الاربن سيتس. الاربن سيتس يعني انه تكون هناك بذور حضريه خضراء داخل المدينه، هذه البذور الحضريه تشجع على توليد الاكسجين وتشجع على التفاعل الاجتماعي، وبالتالي يعني دا اشجع حركه المشاة، من اقلل حركه السيارات يعني اقلل الكربون، انبعاث الكربون، من ازيد حركه المشاة يعني ازيد الصحه للناس، وبالتالي المساحات المفتوحه اللي موجوده ازرعها بكل انواع النباتات اللي ممكن ان تنطيني منتوجات، وممكن انه تكون نباتات خضراء ايضا بس للشيدين، فلا ضير في ذلك. تمام يا دكتورة، في سؤال برضو، هل نعم. المشاريع هذه بالأغلب هي مشاريع حكومية أم تكون مشاريع فردية؟ حقيقة هي يجب أن تكون هذه المشاريع مدعمة يعني من الحكومة، من المنظمات، من جهات يعني خلينا نقول متنفذة، لأن الأفراد بشكل يعني خلينا نقول الأفراد بإمكانياتهم البسيطة صعب عليهم جداً أن يدعمون هيك النوعية من المشاريع، لكن الأفراد اللي عندهم مساحات خضراء داخل الوحدات السكنية مالتهم يقدرون يعني يطبقون هذه يعني هذا النوع من المشاريع الصغيرة. إذا كل بيت دي مساحة خضراء بالحديقة مالته يقدر يطبق هذا الشيء، بالتالي يعني يصير عندنا مدينة في كل منطقة في كل بيت دي مساحة خضراء بيطبق هذا الشيء، هو بالتالي المدينة كليتها تصبح عندنا خضراء، فيصبح هناك يعني نوع من الـ يعني الـ التكرار للمساحات الخضراء المتجاورة على مستوى الحي السكني، وبالتالي فائدة عامة. يعني ممكن أنه إذا أنا عندي 4 أو 5 بيوت في المنطقة وبها حدائق، ممكن أنه كل شخص من هذه الأشخاص يزرع مزروعات تختلف عن الشخص الآخر، ويصير عملية تشاركية تبادلية فيما بيناتهم، وبالتالي أنا استفاديت، لأن الشارع كله يتهس بهالحالة، صارت عنده أكثر من منتج، وممكن أنه وقت الجائحة يستفاد من عنده. متشكر جدا يا دكتورة. طيب في أي حد سلام. حابب هيعمل مداخلة مع الدكتورة؟ أهلا وسهلا، تفضلوا. السلام عليكم دكتور شيماء. أهلا وسهلا، هلا وست أروى، شلون الصحة؟ الحمد لله، شكرا. أول شيء thank you so much for this lecture. يعني كلش استفادينا. سوري أني لازم يجب أن أتكلم العربية الفصيحة من أجل أخواننا المصريين، لأنه ممكن لا يفهم العراقي. شكرا جزيلا على محاضرة اليوم نمبر 1 ومفيدة جدا. بس I have a question. هي بصورة عامة generative design هو إذا على نطاق العمارة نتكلم، فهو استخدام الكمبيوتيشن بال يعني من أجل أنه يعني شلون نقلل الطاقات الإنسانية، هي ضمن المفهوم الأساسي للجنراتيف أركيتكتشر دكتور شيماء. نعم. أنه يكون دراسة الحالة المطلوبة وإدخال المعطيات اللي نريد نسويها، والكمبيوتر يقوم بتكرار اللي يعني out of our inputs. الكمبيوتر راح يعطينا اشياء يونتس خلينا نقول متكرره، وهذا راح هو doing that راح يؤدي الى saving الانرجي وكل الاشياء اللي ذكرتيها. طيب now على نطاق على in scale in urban design scale. نعم. وبالنسبه that's a new city urbanization which you are working on or town or village, I don't know how what's the scale of the city. So كيف تم استخدام الكمبيوتر في دراسه الفضاء العمراني، وشنو الاشياء اللي ما هي الاشياء اللي استخدمت كتكرار او كيونتس حتى من اجل ان نقدر ان نسمي هاي العمليه جنراتيف اربن ديزاين؟ تمام، شكرا ست أروى على هذا السؤال. طبعا
أني أريد أوضح فد شغلة. بداية المحاضرة ذكرت أنه الريجنريتيف ديزاين بأكثر من وجهة نظر. إذا نروح على الريجنريتيف أركيتكتشر مثل ما حضرتك ضربتي مثل بالضبط، يعني الريجنريتيف أركيتكتشر اللي هي تحكي عن بارامتريك أركيتكتشر وتحكي عن الألغوريثم أركيتكتشر، وهو وجود وحدة يونتس وهذه اليونتس يتم تكرارها ضمن محور معين، وهذا المحور المعين هو راح ينطينا شكل، راح ينطينا بدائل، مجموعة بدائل عفوا، مو شكل واحد، مجموعة أشكال ومجموعة بدائل، ومن ثم سوف نقوم باختيار نوع من هذه البدائل واحتمال نعمل بيناتها انتجريشن، وبالتالي نحصل على الشكل النهائي. وهذا الشكل النهائي طبعا هو يعني كومبليتلي يعني هو سستينبل، مستدام وراعي الانفايرومنت وراعي كل شيء من هذا الاتجاه. بس اني بالبدايه قلت انه احنا من وجهه نظر مورفولوجيه ومن وجهه نظر ايكولوجيه، اني رحت بالاتجاه الايكولوجي. لو اريد اروح باتجاه المورفولوجي لازم اسوي تحليل للنسيج الحضري للمدينه، ومن ثم اخذ النظام الحضري لليونت اللي موجوده بالمدينه، ومن ثم ادخلها الالجوريثم للحاسبه، وبعدين الحاسبه راح تنطيني مجموعه من الخيارات، وهذه الخيارات راح ادرس الانفايرومنتال ايشوز اللي موجوده عندنا، الخيارات البيئيه اللي بدها تنطينا اياها، وبالتالي راح اخذ المقترح اللي هو راح يفيدني واللي هو راح يكون اكثر ملائم للبيئه اللي موجوده عندي. بس انا ما درستها او قلت لي قدام انه احنا اذا نريد ننطي هذا الموضوع حقه يراد لنا اكثر من محاضره، فلذلك انا المحاضره مالها اليوم خصصتها للجانب الايكولوجي، والمحاضرة وإذا الله أنطانا عمر نسوي محاضرة أخرى عن الجانب المورفولوجي على مستوى البناية الوحدة وعلى مستوى التصميم الحضري. توجد دكتورة باليو سي ال العفو اسمها كندا السيد، أيضا هي دكتورة مصرية تدرس الريجنريتيف ديزاين على مستوى الأربن سكيل، وتدرس اليونتس الخلايا الحضرية اللي على أساسها تم تزايد المدن ونمو المدن بالgrowth of urban growth، شلون نمت المدن سواء كان باتجاه يعني خلينا نقول باتجاه محوري أو باتجاه مركزي، حتى يعني صنفتها للعملية النمو مالت المدن، وشلون هذه خلينا نقول النسيج الحضري وصل الى مرحله اكتشف انه هو هذا الحد مالته، فيبدي يطور نفسه مره اخرى باتجاه قوى اخرى جديده، هذه القوى اثرت على النسيج الحضري. بغض النظر عن هذه القوى سواء كانت هذه القوى مساعده للنمو بنفس النمط الحضري او بنمط بنوع من القفزه الحضريه بتحول، ويظهر هذا التحول على شكل الخلية الحضرية ضمن المخططات اللي موجودة. يعني أنا رحت باتجاه الزراعة الحضرية اللي هي البيرماكولتشر وإمكانية توليد الأكسجين بالبيئة المصغرة اللي موجود عندنا، وأخذت أصلاً مشروع مصغر على مود يعني أوضح أنه إحنا ممكن من خلال بيئة مصغرة أن ننشئ مشروع حضري بمشاركة مجتمعية مفيد للناس، مفيد لكل الكائنات الحية اللي موجودة بهذا المشروع، وبالتالي نطور الاقتصاد للبلد. هذا الغرض من عندي. تمام دكتورة، بس بنفس الوقت يعني ما يعني لم أستطع أن أجد وين أين تحديداً تم استخدام الجنراتيف ديزاين في 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 الكيس ستدي حقكم؟ أي من ناحية شنو يعني ست أروى؟ من ناحية إنه أنا دا أولد من البيئة كل الطاقات مالتها، دا أولد بيئة حياة حية، هذا اللي دا أولده، دا أطلع نموذج من البيئة حي إنه ممكن أن تعيش به. ما ركزت على مبدأ الخلية الوحدة شلون راح أجي أولدها، لا، أنا دا أولد خلينا نقول عالم إيكولوجي ممكن أن يستفاد منه كل الكائنات الحية اللي موجودة بهذه البيئة،
زين، وبالتالي أولد حياة جديدة. هذه الحياة إنه تفيد نفسها، والإنسان اللي موجود بهذه البيئة ما يضطر أنه يحتاج أي شيء آخر من حواليه، أنه يظل قاعد بنفس البيئة مالته مكتفي وعايش، وكل الكائنات اللي حواليه مستفادة، وده يولد طاقة، خلينا نقول طاقة، يعني خلينا نقول مو بس طاقة كهربائية لو طاقة حيوية، وإنما طاقة إيجابية لكل اللي موجودين، بحيث يعيشون ويستفادون ويكونون بروديوسر مو كونسيومر. اوكي، شكرا جزيلا دكتور. دكتور، بس بالنسبه لذكرتي الطاقه، شمل تصميمكم على استخدام جزء من السولار؟ طبعا انا ذكرت، يمكن حضرتك يعني انقطع يمك النت، السولار سيلز وتوليد الكهرباء كان عن طريق الهواء اللي موجود من الرياح اللي موجوده، والسولار سيلز اللي موجوده باعالي المباني، يعني هي زيرو انرجي، يعني ما نحتاج احنا اصلا كل شيء من برا، الطاقه نولدها من اشعه الشمس ومن الهواء، والسطوح الخضراء تولد الغذاء، ويتم تطوير، والحيوانات يستفاد من المنتجات مالته، وايضا الفضلات مالته تكون سماد للارض، وعمل فورست فيجيتيشنز للمكان، بحيث كل الكائنات الحيه اللي موجوده تتغذى، والمخلفات مالتها تكون يعني نمو للتربه اللي موجوده، حتى مياه الامطار يتم خزنها ويتم سقي بها المزروعات بشكل اخر، يعني عمليه ريسايكلينج للمي، وريسايكلينج للمخلفات الحيوانات، وريسايكلينج خلينا نقول حتى لقشور النباتات اللي موجوده اللي تتقشر وممكن نستخدمها بالطهي الطعام وكذا. شكرا جزيلا دكتور. شكرا. شكرا حبيبتي ست اروى. تمام يا دكتوره كده، تقريبا ما فيش اسئله. شاكرين جدا لحضرتك يا دكتوره على المحاضره القيمه وعلى وقت حضرتك. اهلا وسهلا، اني الممنونه، واهلا وسهلا، واشكركم على استضافتكم الي حتى نلقي هذه المحاضره، وان شاء الله جزاكم الله الف خير على هذا المجهود اللي تسووه، واهلا ومرحبا بكم باي وقت.